سنة أولى ابتدائي. السلام عليكم. سنقوم الآن بحل تقويم في فصل الثاني في التربية العلمية. نبدأ على بركة الله. نقرأ السؤال معا، أجيب صحيح أو خطأ. إذا نضع صحيح أو خطأ. عندما أتنفس يدخل الهواء جسمي. عندما أتنفس يدخل الهواء جسمي. جيد، صحيح. عندما أتنفس يدخل الهواء في جسمي. تزداد نبضات قلبي عندما أجري. تزداد نبضات قلبي عندما أجري. أحسنتم، صحيح. تزداد دقات قلبي أو نبضات قلبي عندما أقوم بمجهود كأجري أو أقفز وألعب. تزداد نبضات قلبي. أستطيع التنفس تحت الماء لأكثر من ساعة. أستطيع التنفس تحت الماء لأكثر من ساعة. خطأ. أحسنتم، خطأ. لأن الإنسان لا يستطيع أن يتنفس تحت الماء لمدة طويلة. لا ينبض قلبي عند النوم. لا ينبض قلبي عند النوم. أحسنتم، خطأ. لأن قلبي ينبض باستمرار في الليل وفي النهار حتى عند النوم. إذن ينبض قلبي عند النوم، لا ينبض قلبي عند النوم. خطأ. نعيد مراجعة الأجوبة. عندما أتنفس يدخل الهواء جسمي. صحيح. تزداد نبضات قلبي عندما أجري. صحيح. عندما أقوم بمجهود تزداد دقات قلبي أو نبضات قلبي. أستطيع التنفس تحت الماء لأكثر من ساعة. خطأ. لا يستطيع الإنسان التنفس تحت الماء لمدة طويلة. لا ينبض قلبي عند النوم. خطأ. لأن قلبي ينبض باستمرار في الليل وفي النهار. أربط بين كل حيوان ونوع تكاثره. لدينا الحيوانات ولدينا نوع تكاثره، ولودة أو بيوضة. إذن الحيوانات بيوضة أو ولودة. الأرنب، أنثى الأرنب هي أحسنتم، ولودة، لأن الأرنب تضع صغارها مباشرة. أنثى الأرنب ولودة. أنثى التمساح أحسنتم، بيوضة، لأنها تضع البيضة ثم يخرج الصغار. التمساح بيوضة. القطة أحسنتم، ولودة، لأنها تضع صغارها، تلد صغارها مباشرة. الأسماك، الأسماك هي جيد، بيوضة، لأنها تضع البيض ثم تخرج الأسماك الصغيرة. الفراشة أحسنتم، الفراشة بيوضة، تضع البيض ثم تخرج الدودة، ثم الدودة تصبح فراشة. البقرة أحسنتم، البقرة ولودة، تضع صغارها مباشرة أو تلد صغارها مباشرة. نراجع معا. الأرنب ولودة تضع الصغار. التمساح بيوضة تضع البيض. القطة ولودة تضع الصغار، تلد الصغار. الأسماك بيوضة تضع البيض. الفراشة بيوضة تضع البيض. البقرة ولودة تضع أو تلد الصغار. التمرين الثالث. أكمل الفراغ بالكلمات المناسبة. لدينا أربع كلمات وجملة فيها فراغ. نملأ الفراغ كي نكمل الجمل. إذن سنقرأ معا الكلمات. أكسر، تزين، أقطف، تلطف. نقرأ معا الفقرة. أحافظ على سلامة النباتات فلا فراغ الأزهار، لأنها فراغ منظر الحديقة، ولا فراغ أغصان الأشجار، لأنها فراغ الجو. نبدأ بملء الفراغات معا. أحافظ على سلامة النباتات فلا، جيد أحسنتم، أقطف الأزهار، فلا أقطف الأزهار.
لأنها أحسنتم تزين، لأنها تزين منظر الحديقة، ولا أحسنتم أكسر، ولا أكسر أكسر أغصان الأشجار، لأنها أحسنتم أخيرا تلطف تلطف الجو. نعيد معا قراءة الفقرة كاملة. أحافظ على سلامة النباتات فلا أقطف الأزهار، لأنها تزين منظر الحديقة، ولا أكسر أغصان الأشجار لأنها تلطف الجو. التمرين الرابع والأخير، ألون الحيوانات الأليفة بالأخضر والحيوانات الغير الأليفة بالأحمر. لدينا حيوانات، سنلون كل منها باللون الذي يناسبها. إذا كانت أليفة نلونها بالأخضر، وإذا كانت غير أليفة نلونها بالأحمر. إذا نبدأ التلوين. دجاجة هي أحسنتم أليفة. الدجاجة تعيش في المزرعة مع الإنسان وهي أليفة، نلونها بالأخضر. أسد، أسد هو حيوان أحسنتم غير أليف، لا يعيش مع الإنسان، هو حيوان غير أليف متوحش يعيش في الغابة ولا يعيش مع الإنسان، نلونه بالأحمر. الغزال أو غزال هو حيوان أحسنتم غير أليف، هو لا يعيش مع الإنسان، إذن في المزرعة لا يعيش في المزرعة مع الإنسان، إذن هو غير أليف ونلونه بالأحمر. الثعلب، الثعلب هو حيوان أحسنتم غير أليف، لأنه لا يعيش مع الإنسان في المزرعة، إذن نلونه بالأحمر. حصان، حصان هو حيوان أحسنتم، هو حيوان أليف يعيش مع الإنسان في المزرعة، نلونه بالأخضر. فيل، فيل هو حيوان أحسنتم غير أليف، هو غير أليف لا يعيش مع الإنسان في المزرعة، نلونه بالأحمر. نراجع معا. حيوان، دجاجة أليف، حيوان أليف نلونه بالأخضر. أسد غير أليف نلونه بالأحمر. غزال غير أليف نلونه بالأحمر. ثعلب غير أليف نلونه بالأحمر. حصان أليف يعيش في المزرعة نلونه بالأخضر مثل الدجاجة. فيل غير أليف نلونه بالأحمر. وهكذا نكون قد انتهينا من حل النموذج. لا تنسوا الاشتراك معنا، وإلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.